إذا نحن وصلنا عند اكزامبل يا اخواننا، اخ بعد ما اخذنا الفلو ان والفلو اوت وشفنا فيديو عليها، وصلنا ان نحل الان تو بروبلمز، اظن واحده منها على الان وواحده على الاوت. الاولى البروبلم الاولى اللي هي اكزامبل 9-4، وهذه على الفيجر 9-17، يعني الحل هو على الفيجر 9-17. هاي الفيجر 9-17، ارجع على هاي 9-17. اذا المسألة اللي الان ان نحلها هي على 9-17. شو معطيني معلومات؟ معطيني معلومات، يمكن معطيني بس خلينا نراجع المعلومات اللي بنحتاجها. عندنا الكيو تبعت البامب جزء منها بروح على البريشر ريليف فالف. الفرق بين هنا الكيو تبعت البامب ناقص الكيو تبعت البريشر ريليف فالف هي اللي بتيجي من هون. هذا الفلو كنترول فالف. الفلو كنترول فالف اخذنا احنا الكيو له، لها قانون اللي هي بتساوي السي في ضرب سكوير روت الدلتا بي على السبيسيفيك جرافيتي. الدلتا بي اللي هي الفرق في البريشر ما بين البي 1 والبي 2. الان اللي طالعه من هون الكيو اكيد اللي جايه اللي طالعه من هون هي اللي جت من هون، يعني الكيو اللي تدخل على الاسطوانه من الجهه هذه هي الكيو اللي طلعت من الفلو كنترول فالف. البي 3 قلت لكم اذا البي 3 بيودي على الخزان بتكون قيمته زيرو، وهذا اللود اللي عندنا. طبعا احنا عندنا معادلتين بتحكمنا، الكونتينيوتي ايكويشن يعني مفروض الكيو، والمومنتم ايكويشن انه الفورسز. قلنا الفورس من هون، الفورس من الجهه هذه بتساوي الفورس من الجهه هذه. قلنا لكم ان الفورس اللي جايه من الضغط بي 3 بتساوي زيرو لانه بي 3 تساوي زيرو. واخذنا احنا القوانين، هاي القوانين اللي عندنا موجوده. هذا القانون اللي نحن الان بدنا نحل عليه اللي هو الفيلوسيتي بتساوي السي في على الاريا للبستون في السكوير روت اوف تي للبريشر ريليف فالف ناقص الاف تبعت اللود على الاريا للبستون على السبيسيفيك جرافيتي. خلينا نرجع على الاكزامبل اللي عندنا. بيقول لك بالفيجر 9-17 The following data are given. إذا كانت CV تساوي 1 صحيح والأريا للبستون 3-14 يعني الديميتر 2 إنش واللود 4000 باوند والسبيسيفيك جرافيتي للزيت 0.9 والبرشر ريليف فالف عاملينه معايرة على 1400 PSI. Determine أوجد السرعة، هو بس القانون هذا. هيو هاي القانون شو معطيني معلومات؟ أعطاني السي في وأعطاني الأريا وأعطاني البريشر هنا وأعطاني اللود، يعني القيم كلها معطية معاي، ما علي إلا أنا أعوض بالقانون. إذا عوضت أنت بالقانون هاي إني هاي الفلوسيتي، الفلوسيتي ضرب الأريا، شيل الأريا من هون بطلع عندك القانون، شيل الأريا وحطها بالمقام هون صير عندك نفس القانون 9-9. عوض بي بتطلع الفلوسيتي، تطلع الفلوسيتي 14.5، وإذا بدك تطلع الكيو تطلع الكيو 11.8 جالون بير منت. طيب شو لاحظتوا ملاحظة على هذا الاكزامبل؟ انه هذول القيم، يعني هاي القيم من السي في تعبر عن الفتحة تبعت الفلو كنترول فالف. لما قال لي هون القيمة 1 صحيح، هذا يعني انه الفلو كنترول فالف فاتح على وسعه، بنسميه وايد اوبن، يعني فاتح سي في 1 صحيح. لو كنا فاتحين نص فتحه يا راكان كم بتكون هاي القيمه؟ نص جالون بير منت. نص على... نص بتكون هاي القيمه بدل الواحد نص. نص. طيب لو كانت هذه نص بدل الواحد نص، قديش تطلع مثلا هذه القيمه بدل 14.5؟
نصها دكتور. سبعة وربع. سبعة وربع. نص. إذا إحنا كيف بنتحكم بالفلو إن من خلال الفتحة، فتحة المحبس. يعني أنت عندك بالبيت إذا بدك تفتح المي على المجلة مي فتحة كاملة تعطيك سرعة للمي، افتح نص فتحة تعطيك نص السرعة، افتح ربع فتحة تعطيك ربع السرعة وهكذا. إذا نحن بنتحكم بالأماونت أوف فلو الداخل على الهيدروليك سلندر من خلال فتحة الفلو كنترول فالف. نشوف الإكزامبل الثاني. الإكزامبل الثاني على فيجر 9-19. وين فيجر 9-19؟ هذا 9-19. شو اختلف الإكزامبل هذا عن الإكزامبل اللي قبلية راكان؟ اختلف انه كان الفلو كنترول فالف هذا الموجود هون كان هون موجود قبل السلندر، صح؟ صحيح. كان موجود هون يعني جاي ما كان فوق، كان هون ما بين البي 1، كان بين البرشر 1 وبرشر 2 وما بين السلندر. اوكي. وكان البي 2 بعديه، يعني احنا الحل نفس الطريقه بس مع ايش صار عندي الاختلاف بالتركيبه. اختلاف بالتركيب. طيب خليني اجي الحل. اذا انتم شايفين هنا، انتم بتعرفوا السلندر لها حجم ولها وزن، صح ولا لا يا راكان؟ صح يا دكتور. صح. طيب انا السلندر هذا، تخيل هالسلندر الموجود عندي هذا، لو كان اللود زيرو ما بلزمني فورس مشان احرك السلندر ولا ما بلزم؟ المفروض يلزمنا. بلزمني فورس. صح ولا لا؟ صحيح. يعني إذا السلندر فاضي، يعني إذا السيارة فاضية ما معك ركاب ما بتصرف بنزين يعني؟ بلى بتصرف وزنها. لكن إذا فشت. أنت حملت بيها حمل حيصير الصرف زيادة، يعني حينضاف ولا لا؟ صحيح يا دكتور. طيب الإكزامبل شو بيقول لنا؟ بيقول لنا أن نحل الإكزامبل على الحالتين. الحالة الأولى لما اللود يساوي زيرو، والحالة الثانية لما يكون عندي لود. إذا الحالة الأولى أن نحله على اعتبار أن الفورس تساوي زيرو، اللود يساوي زيرو، والحالة الثانية بنضيف اللود. يلا تعالوا نشوف الإكزامبل. الإكزامبل بيقول لي بالفيجر 9-19 اللي كنت أنا وياكو بيه، بيقول أوجد الضغط في الحالتين لما يكون عندي ما في لود أو كان عندي لود مقداره 20,000. إذا كان الأريا للبستون 50 مليمتر والاريا للرد 25 ملم ديامتر، يعني مش الاريا، الدياميتر على اساس انت بتحسب الاريا. الدياميتر للبستون 50 وللرد 25 ملم، والبريشر ريليف فالف معايرينه على 10 ميجا باسكال. اوكي يا اخواننا. طيب تعال نشوف الحاله الاولى. الحاله الاولى قلنا ايش؟ اول شيء ماشي، خلينا نشوف الحاله الاولى. الحاله الاولى يلا معي يا راكان. معك دكتور. الجهه الشمال بتكون الفورس بتساوي بي 1 في الاي في الاريا للبستون، صح؟ للبستون صحيح. والجهه اليمين بيكون في فورس البستون ناقص بي 2، P2 في الاريا للبستون ناقص الاريا للرد، صح ولا لا؟ صحيح. لأن الP2 جاي ورا مين تطلعها؟ الP2 جاي وين؟ جاي من هون، صح؟ الP1 منين جاي؟ جاي من هون. واللود اعتبرناه لود زيرو. زيرو. يعني بدل الفورس شو بحط؟ بحط زيرو. هاي بدل الفورس شو حطيت؟ زيرو. صحيح. طيب. ماشي. الـ P1 قديش مقدار هالـ P1؟ اللي هي نفس الـ 10 ميجا باسكال، هي نفس الـ Pressure Relief Valve. هاي تعال نرجع على الـ P1. ها هاي الـ P1 اطلع منين جاي الـ P1؟ هاي الضغط اطلع عليه، الضغط منين جاي؟ الضغط امشي معاه امشي معاه امشي معاه امشي معاه، الضغط اللي اجى من وين؟ اللي معايرينه عليه الـ Pressure Relief Valve.
اللي هو 10 اعطاني اياه 10 ميجا باسكال. ماشي. اذا اول شغله ال10 ميجا باسكال اضربها في الاريا للبستون يطلع عندك الرقم 19600 نيوتن. كويس هيك؟ يا دكتور تمام. طبعا هو هنا حسبها اول حسبها عادي لو بديت انت ابدا الحل من هنا لانه بجوز تبلش من هنا تخرطك ليش اف وما اف واحنا قلنا ما في لود. لا هذه الفورس مي لود، هذه الفورس الناتجة عن الضغط اللي هي البي 1 في الاي للبستون. فالبي 1 في الاريا للبستون طلعت 19600 بتساوي البي 2 اللي انا بدي اوجدها في الفرق ما بين الاريا للبستون والاريا للرود. فقديش طلعت البي 2؟ 13.3 ميجا باسكال. 13.3 من 10 ميجا باسكال. اذا يا اخواننا اذا السلندر ما عليها لود، فاضيه، احنا بحاجه لا في عندنا قوه مقدارها 19600 صح؟ هذا لما تكون فاضيه. القوه هذه ما هي لود، زي لما تشوف انت بكم مكتوب عليه ايش، مكتوب عليه الوزن مثلا 1500 جرام والحمولة 1000 كيلوغرام، 1500 كيلوغرام والحمولة. هلا البكم لما ما يكون محمل ما له وزن ولا له؟ له. فنحن عندنا مشان نتغلب على وزن الأسطوانة عندي أنا عندي فورس ما لها علاقة باللود مقدارها 19600. الآن يا راكان ال 19600 بدي أضيف عليها قديش اللود؟ 20000. طيب ضيف 20000 زائد 19600 قديه يطلع الجواب؟ 39000. ال 39000 الآن بدها شو تساوي؟ الضغط P2 ضرب الأريا ولا لا؟ صحيح. فبطلع P2 قديش طلعت P2؟ 26.9 ميجا باسكال. ميجا باسكال قارنها مع P2 أول لما ما كان بي لود يعني ضعفها يعني ضرب اثنين. أيوة. إذا يا أخواننا شو اللي بصير عندنا بالهيدروليك سيلندر؟ إنه الهيدروليك سيلندر لما تحملها لود بتضاعف تقريبا ضغطها ولا لا؟ عندي بالإكزامبل هذا مش تضاعف مرتين ونص صح؟ صحيح. لا مرتين. إذا يا أخواننا الضغط يعني بالإكزامبل هذا الضغط عندي تضاعف، اطلعوا للضغط شو صار؟ ما بين النقطة هذه والنقطة هذه ضعف الضغط. إذا تتذكروا الانيرجي إكويجن، الانيرجي إكويجن أو البرنولي إكويجن، لما الضغط ما بين النقطة واحد والنقطة اثنين يضعف معناها إيش؟ معناها أدها ترتفع درجة الحرارة ولا لا؟ يعني خلال المسافة ما بين النقطة هذه نقطة واحد وهاي النقطة اثنين، هلا مجرد ما الضغط تضاعف معناها بده يصير عندي هيت جينيريشن صح ولا لا؟ هلا انت لو عندك عجل الكوشوك تبعك الضغط تبعه ارتفع للضعف، شو بصير بدرجة حرارة الهواء داخله؟ بتزيد. ليش زادت؟ لانه في هيت جينيريشن. اذا يا اخوان بدنا ناخذ بعين الاعتبار الان في التصميم هون نقطتين. اول شيء انه الضغط تضاعف، احنا كنا دائما بنصمم الاله الهيدروليكيه على البريشر ريليف فالف اللي هو البي 1، بينما على الجهه هذه الضغط تضاعف. لذلك انا بدي اصمم الهيدروليك سيستم تبعي على الماكسيمم بريشر اللي طلع معي هون، هذه النقطه الاولى صح ولا لا؟ مزبوط. والنقطة الثانية بدي أخذ بعين الاعتبار كمان إنه حيكون في عندي نتيجة الارتفاع المفاجئ في الضغط ما بين طرفي الهيدروليك سيلندر حينتج عندي هيت جينيريشن وبالتالي ارتفاع في درجة الحرارة. وأنت بتعرفوا الارتفاع في درجة الحرارة بيأثر على السيستم، بيأثر على الزيت، بيأثر على الفسكوسيتي، بيأثر وهكذا. بدي أخذ
اذا عند الديزاين تبعي هو خذ النقطتين هذول بعين الاعتبار، انا حاط لك اياهم من النقطتين هون. طيب خلينا نشوف واحد غير راكان، مين معي هلا غير راكان؟ مين حاب يجي معايا؟ حدا حاب يجي معايا بدون ما اسمي؟ وين عبد الله اسحاق المحتسب؟ نعم دكتور موجود. يلا يا عبد الله. الان يا عبد الله ان نيجي، احنا بتعرف من شابتر 9 لما تكلمنا عن الهيدروليك سيركت كلهن اللي مرينا بيهن دائما نركب ايش؟ هيدروليك سيلندر، عمرنا ما ركبنا هيدروليك موتور صح؟ طب شو الفرق بين الهيدروليك سيلندر والهيدروليك موتور؟ ما في فرق كثير ولا لا؟ يعني راس مالها تطلع معايا، يعني راس مالها اجي على هالدائره الهيدروليكيه هذه وزيح هالقطعه هذه واحط بدالها ايش يا هيدروليك موتور محتسب؟ احط هيدروليك موتور. طب شو الفرق ما بين الهيدروليك سيلندر والهيدروليك موتور؟ الفرق الفرق اطلع انه الهيدروليك سيلندر حركته ترانسليشن والهيدروليك موتور حركته روتيشن. صحيح. الفرق الثاني انه الهيدروليك سيلندر بتتحرك يا من اليمين للشمال يا من الشمال لليمين صح؟ صحيح. الهيدروليك موتور بدالها بدور يا كلوكوايز يا كاونتر كلوكوايز. مظبوط؟ تمام. مظبوط. يا كلوكوايز يا كاونتر كلوكوايز ولا لا؟ اذا يا اخواننا الان ان نيجي على هيو طلع هنا. شو ركبنا هنا يا عبد الله؟ ركبنا بدل الهيدروليك سيلندر ركبنا ايش؟ هيدروليك موتور. هذا موتور، هذا الرمز يرمز لايش يا عبد الله؟ هيدروليك موتور برمز لموتور صح ولا غلط؟ ما للموتور غلط، لموتور. هذا مو موتور، هذا هيدروليك موتور. موتور هذاك موتور الكهرباء اللي بيشغل المضخه، بنكون مركبين هون. ها شايف هذا اسمه هيدروليك موتور. كويس. طيب اطلع على الهيدروليك موتور كيف مبدا عمله. شو نوع الفلف اللي عندي هون يا عبد الله؟ هذا اللي هو مانيوالي اكتويتد سبرينج سنتر 3 بوزيشنز 4 ويز دايركشنال كنترول فالف. هلا في البدايه خطوات التشغيل، في البدايه بيكون الدايركشنال كنترول فالف على البوزيشن هذا اللي بالنص. بالبوزيشن هذا اللي بالنص بيكون في حركه يا عبد الله؟ ما بي حركه. طلع هاي الزيت مغلقه، الزيت من اليمين واليسار صار مغلق ولا لا؟ يكون هذا الماتور ما بيدور. الان بدنا نبلش من الصفر، الصفر تبعنا وين؟ اللي هو البوزيشن هذا. بنروح احنا محركينه على البوزيشن هذا، بصير الزيت يجي من هون وصير يدور كلوكوايز، بنرد نرجعه على النيوترال وبعديها بنحركه على البوزيشن هذا، وبصير الزيت يجي من الجهة هذا ودور كاونتر كلوكوايز صح ولا لا يا عبد الله؟ تمام. وبنرد نرجعه نيوترال، هيك بنكون اشتغلنا كل شغلنا ورجعنا على الوضع الأولاني. ما بصير احنا نحرك الماتور من كلوك وايز لكاونتر كلوك وايز دفعة واحدة، يكسر الماتور. بصير انت تكون ماشي لقدام وتحط غيار لفيرس يا عبد الله؟ لا ابدا، لازم تكسر الجير ولا لا؟ ولا ما معك سيارة؟ هو ما في سيارة بس يعني مفهوم الفكرة. ايوه نحن نفس الاشي، بنحرك الذراع هذا على البوزيشن هذا، بنرد ننتقل للنيوترال، بنرد ننتقل للبوزيشن الثاني وهكذا. هاي الخطوات التشغيلية تبعك للمين؟ للهيدروليك موتور. هلا السيارة
لما بدك توقفها فجأة عليش بتدعس يا عبد الله؟ البريك. بدعس بريكات. طيب الماتور هذا اللي أنا مشغله قاعد يدور وجيت أنا بدي أوقفه فجأة، شلون أدي أوقفه؟ في سيستم يعني لازم يكون في عندي بريكينج سيستم ولا لا؟ لازم يكون عندي بريكينج سيستم. بجوز واحد يقول لك خلاص بطفي المضخة. لا يا عم، تطفي المضخة هذا زي ما مثلا انت بتسوق السيارة وجيت بدك توقفها تروح تعمل تطفي السيارة، اذا طفيت السيارة بتوقفها؟ ما بتوقفها، بدك ايش؟ بريكينج سيستم. طيب احنا بنركب بريكينج سيستم، بس البريكينج سيستم بيختلف. احنا السيارة انت بتعرف السيارة آلة ميكانيكية، فنحن بنوقفها بطريقة ميكانيكية. احنا عندنا هون آلة هيدروليكية، بدنا نوقفها بطريقة هيدروليكية. كيف شكله البريكينج سيستم اللي بنركبه على الهيدروليك موتور؟ تعال شوفوا هاي شكله وينه. هذا الماتور انت يا عبد الله شفته، هذا القطعة شاف اللي بالمربع كانت هون موجودة صح؟ الرسم اللي قبل شوية كانت هون. الآن بدل ما هي هون شو روحت ربطت على طريقها على الخط، ربطت هذا السيستم كامل. شو اسمه هذا السيستم؟ هذا اسمه البريكينج سيستم للهيدروليك موتور. هذا اللي هو البريكينج سيستم لمين؟ لا الهيدروليك موتور. طب من ايش يتكون هذا البريكينج سيستم؟ اطلع عليه، في اربعة تشيك فالفز. اطلع، هذول اثنين عكس بعضهم، واحد موجه لفوق وواحد موجه لتحت، وهذول اثنين عكس بعضهم، واحد موجه لفوق وواحد موجه لتحت، صح؟ صحيح. عبد الله، وهذول اثنين عكس بعضهم صح؟ وهذول اثنين عكس بعضهم. ليش انا جايبهم عكس بعضهم؟ لانه انت اذا الهيدروليك ماتور يدور كلوك وايز، انت بدك تعمل عليه قوه كاونتر كلوك وايز مشان توقفه ولا لا؟ تمام اكيد. واذا كان يدور كاونتر كلوك وايز بدك انت تضغط عليه بقوه كلوك وايز مشان توقفه، مظبوط ولا لا يا عبد الله؟ اكيد اكيد. طيب بدي اسالكم سؤال، شو المشكله؟ احنا حكينا قبل شويه انه ما بصير انت تطفي السياره يعني مشان توقف ضخ البنزين، مشان توقف السياره لازم توقفها ببريكنج سيستم. طب لو جينا احنا ورحنا احنا طافين المضخه، يعني جينا احنا واحد تيس مثل ما تقول وراح حل هيدروليك موتور راح طفى المضخة، شال فيش الكهرباء، شو بده يصير بالماتور يا عبد الله؟ يعني اضرب لك مثال، عندك انت بالتلفزيون مثلا، التلفزيون عندك بالبيت، التلفزيون عندك بالبيت انت بتطفيه اون اوف ولا بتشيل الفيش وبتحط الفيش؟ اون اوف. على فكرة هي بتزبط تشيل الفيش وتحط الفيش، بس في يوم من الأيام حينحرق مين؟ الجهاز. حينحرق الجهاز. أوكي طيب، شو اللي بده يصير عندنا نحن هون بالماتور؟ لو الماتور لو إحنا وقفنا ضخ المضخة بدل ما بدل البريكينج سيستم الموجود عندنا، يعني تخيل البريكينج سيستم هذا كله مو موجود ورحت أنا موقف المضخة زي الفقر اللي قبل شوي هاي، بس وقفت أنا المضخة. إذا وقفت أنت المضخة أنت بتعرف، خليني أفترض الماتور هذا قاعد يدور كلوك وايز، ورحت أنت موقف الزيت عنه من الجهة هاي، بينما الزيت بالجهة هذه بيكون لسه موجود ولا لا؟ صح؟ صحيح. هلا أنت وقفت الزيت اللي جاي عليه، والزيت اللي هنا
رجع باتجاه التانك. هذا الماتور إذا أنت ما عملت عليه بريكينج بالراحة، يعني تخيل معي يا عبد الله، هذا كان الماتور يدير بسرعة 200 دورة بالدقيقة، إذا ما عملت له بريكينج قديش الدول دقيقة حتى يوقف؟ خلينا نقول دقيقة، صح؟ مزبوط؟ تقريبا مثلا دقيقة، يعني السيارة تبعتك ماشي بسرعة 60 كيلو متر بالساعة، إذا ما ضربت بريكات قديش حتمشي؟ بجوز حتمشي لها 100 متر لو أنت 200 متر حتى توقف، صح ولا لا؟ صحيح. فالماتور هذا حيظل يدور، لو قلنا ده يقعد دقيقة معناها حيدور 200 دقيقة 200 دورة بدون زيت، حيدور 200 دورة بدون إيش؟ بدون زيت. يعني تخيل مضخة عندك تدور 200 دورة بدون مية، شو بصير بيها؟ ممكن بثرة الشفرات، بثرة البرفورمانس، بعمل دمج، تكسر، بعمل دمج لها، لأنه بصير هذا الماتور اللي عندنا لما يصير يدور على الهواء بدل الزيت، ما هو الزيت هو اللي بيعمل التزييع للماتور، لما يدور على هذا بدون زيت بصير يضخه، انتبه علي، هو قاعد يدور كلوك وايز، وهنا ما بي زيت بصير يسحب هواء، فبصير عبارة عن مضخة هواء، مضخة هوائية، هاي المضخة الهوائية يضخ هواء، ممكن بيعمل كافيتيشن للسيستم وبيعمل دمج لمين؟ للسيستم. لذلك يا اخواننا احنا عملنا، ركبنا مين؟ ركبنا البريك الهيدروليكي الموجود عندنا، يعني مجرد ما نحن بدنا نوقف السيستم لسبب ما، يعني سمعنا صوت عالي بالسيستم او بدنا نوقفه، بدل ما احنا نوقف المضخة، لا بنخلي المضخة تضخ، شو المشكلة؟ هاي المضخة قاعدة تضخ، هاي تطلع، هاي المضخة قاعدة تضخ، هاي المضخة قاعدة تضخ، بيجي الزيت، الماتور بيظل يجي حاجته من الزيت، ما بدي يضخ هواء، بيظل يجي حاجته من الزيت، والزيت قاعد يتجه من هون، انتوا عارفين من هون يجي من هذا الاتجاه، بروح من هنا ومن هنا بروح على وين؟ على التانك، ما عندنا اش مشكلة. وإذا كان يدور العكس كلوكوايز، كاونتر كلوكوايز، فالزيت اللي جاي من هنا بيجي بأخذ الماتور حاجته من الزيت بدل ما يلف على الهواء، والزيت الباقي بيجي من هنا وبروح من هنا، شايفين، وبروح على وين؟ على التانك. هذا عنده سؤال عليه البريكينج سيستم؟ يا أخواننا، طيب خليني أجي لموضوع كمان إضافي بنفس الموضوع، الهيدروستاتيك ترانسميشن سيستم. بدي أخذ واحد ثاني غير عبد الله. وين عبد الرحمن الزيود؟ معك دكتور. يلا يا عبد الرحمن. تتذكروا يا أخواننا لما شرحت لكم الهيدروليك سيلندر أخذنا الترانسميشن سيستم، وقلنا شو ترانسميشن؟ يعني بدل ما أنا أتكلم عن الهيدروليك موتور لحاله وعن المضخة لحالها وعن هذا الترانسميشن، بكون أنا رابط الجزئين مع بعض، وحلينا إكزامبل عليه كان بنهاية شابتر 7، صح ولا لا؟ مظبوط، كان بنهاية شابتر 7 أخذنا سيستم كامل، كنا حاطين فيه حوالي 20 جزء، يعني كنا حاطين التانك والفالف والأنابيب والهيت اكسشينجر والماتور والمضخة أنا بهمني شغلتين اللي هم المضخة اللي بحركوا بعض، اللي هم المضخة والماتور، يعني إذا تطلع عنهم مين اللي بحركوا، أي مصدرهم، هذا البامب ومين والماتور، أوكي؟ أوكي. فأنا لما أقول ترانسميشن سيستم يعني أخذ بعين الاعتبار مش الماتور لحاله، لأن أنا قضيت أتكلم عن الماتور لحاله أو عن الهيدروليك سيلندر لحاله أو عن المضخة لحاله، فأنا لما أتكلم عن ترانسميشن سيستم يعني دامجهم مع بعض، دامجهم مع بعض. شوف الفيجر 29 و9 21، هذولا الفيجرين هذولا بيهم سيستم، وين 20؟ هاي 21، شايف هذا أني 21 وإيش؟ و29
29 هاي الاثنين هذول اللي قبل شوي. هذا عبارة عن ترانسميشن سيستم كامل. لاحظ هالملاحظة يا عبد الرحمن. عبد الرحمن معك يا دكتور. طيب المضخة من وين بتأخذ الزيت يا عبد الرحمن؟ من التانك. من التانك. والزيت بعد ما يرجع وين بيرجع؟ حتى صح؟ صح مزبوط؟ حتى. مزبوط. طيب السيستم هذا اللي المضخة بتأخذ من التانك وبرجع على التانك، والتانك قلنا قديش الضغط تبعه؟ أتموسفيرك ولا لا؟ أتموسفيرك صح. هذا open system ولا closed system؟ closed system. open system. ال closed system بروح أنا رابط الزيت اللي راجع من الماتور برجعه على المضخة مباشرة، بعمل circulation. يعني أضرب لك مثال يا عبد الرحمن. هلا لما عندك أنت بالبيت الضخ من البير للتانك، هذا بنسميه closed system، open system. open system. بينما مضخة المية الموجودة بالسيارة هذا closed system، المية اللي بالسيارة. لأن شو بيسوي المضخة؟ بالضخة وبترجع بالضخة، يعني دائرة loop دائرة. إذن أنا عندي المضخة هون، إذا بتطلع كل المضخة هون، المضخة قاعد بتأخذ من التانك، والتانك مفتوح أتموسفيرك، زي لما إحنا الطلاب اللي أخذوا معي تدفئة كنا نقول إنه في بنظام التدفئة في open system، اللي بتكون درجة حرارة المية ما لازم تتجاوز 90، وفي المضغوطة والclosed system اللي ممكن درجة حرارة المية توصل 300، بيختلفوا عن بعض. هذا مفتوح، هذا open system. إذن هذا الدائرة، هذه open system، والدائرة الثانية يا عبد الرحمن هذه إيش؟ open system. أفرجيك واحد closed system. أي closed system؟ تعال يا عبد الرحمن، تعال شوف المضخة وين. شايف المضخة؟ منين بيجي الزيت؟ اطلع الزيت نفسه اللي بطلع من المضخة، يا بيجي من هون يا بيجي من هون، وبرجع وبلف وبرجع على المضخة مباشرة، ما بروح وين؟ ما برجع التانك. طب التانك لويش موجود هون يا عبد الرحمن؟ بداية التشغيل. التانك موجود زي الإكسبانشن تانك. إذا نقص الزيت بنأخذ منه، وإذا زاد الزيت بنصب به ولا لا؟ أكيد. زي مطرة المي، يعني التانك هون، الشباب اللي معهم سيارة بيعرفوا، التانك هنا زي مطرة المي الموجودة بالسيارة. ليش موجودة مطرة المي بالسيارة؟ المضخة بتدور المي بالسيارة، نقصت المي تأخذ من وين؟ من المطرة تبعت السيارة. زادت المي نتيجة تمددها، بتتمدد المي، بدأت تعمل expansion، بتروح على التانك. إذن هذا الشكل، هذا closed circuit ولا open circuit؟ closed circuit. طب الشكل هذا closed ولا open؟ هذا closed. وين المضخة؟ هاي المضخة. المضخة هاي دائرة بتلف، بس أنا مستخدم هنا هذا مشان إيش؟ زي expansion tank، يعني زاد الزيت بروح على التانك، نقص علي بأخذ من التانك. ويسيك. طيب الشباب اللي كان معي قبل شوي ناسي، يمكن عبد الله. عبد الله انا دكتور، انا سألتك الرمز هذا اللي قبل شوي، شو قلت لي؟ قلت لك هذا ماتور ولا لا؟ هذا ايش قلت لك رمزه؟ هيدروموتور صح؟ صحيح. قلت لك في ماتور ثاني دير بالك، صح؟ صحيح. ثاني هذا الثاني، هذا الرمز الثاني، هذا رمز مين؟ رمز ماتور كهرباء، ومش شرط يكون كهرباء، يمكن internal combustion engine. المهم هذا رمز الماتور اللي بيشغل مين؟ المضخة. كويسك. طيب مظبوط. تمام.
ماشي يا اخوان. تتذكروا انتو بالثيرموداينامكس انتو اخذتوا اشي ريفيرسبل ولا لا؟ يعني انا اقول ريفيرسبل يعني اللي هو انت اللي بتعمل له عملية عكسية. اطلعوا هون على المضخة، هذه مضخة ريفيرسبل بامب. شو يعني ريفيرسبل بامب؟ يعني بتشتغل كلوكوايز وكاونتر كلوكوايز ولا لا؟ يعني بتدور من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين ولا لا؟ طيب خلينا نشوف الملاحظات، بعض الملاحظات اللي على السيستم هذا. احنا قلنا ايش؟ قلنا لكم في فقر 29 و 21 عندي انا closed ولا open يا عبد الرحمن؟ closed open. open يا رجل اول اثنين open system open circuit. ليش open circuit؟ لانه اطلعها because اطلع because the pump draws its fluid from when من التانك from the reservoir reservoir. طيب الزيت اللي بتاخذه من الريزرفاير وين بتوديه؟ بتوديه دايركت على الهيدروليك موتور ولا لا؟ وبعد ما يروح على الهيدروليك موتور وين بيرجع؟ بيرجع على مين؟ على الريزرفاير، صح ولا لا؟ مظبوط. قاعد اللي بفرجيكم اياه هو نفس اللي انا شرحت لكم اياه قبل شوي. بالكلوز سيستم قلنا الموجوده بالفيجر 9 22. على فكرة 9-22 و9-23 هما كلوز سيستم، بس بينهم اختلاف كبير. يعني اطلع انت يعني اختلاف كثير بينهم. هذا السيستم اطلع يعني هذا معقد وفي زيادة اكثر. طيب خلينا نيجي بالفيجر 29 اللي موجود فيه كلوزد، ايش قلنا؟ كلوزد سيركت. طيب بالكلوزد سيركت شو بصير للاتجاه الفلو؟ الاتجاه الفلو بلف، اطلع عليها نرجع على الدائرة، ها طلع وين بالاتجاه هذا بالكلوز. تعال نشوف، هاي الزيت يطلع من المضخة صح، يروح على الماتور يدور الماتور ويرجع الزيت على مين؟ على المضخة. يرجع على المضخة وكأنها هذه ون لوب صح؟ مزبوط. يعني خلينا نقول كلوكوايز، هذه معناها هذه السيركت هذا الماتور بدور فقط يا كلوكوايز يا يعني بدور باتجاه واحد بينما الموجود بالشكل هذا طلع على المضخة، أنا المضخة ريفيرسبل، يعني المضخة تضخ الزيت بهذا الاتجاه وممكن تضخ بهذا الاتجاه. فبيصير الماتور كيف يدور بالحالة هذه؟ بدور عند الماتور كلوكوايز وكاونتر كلوكوايز. إذا بالفجر هذا شو كان عندي؟ اطلع يا عبد الرحمن، one direction hydrostatic transmission، بينما النظام الموجود هنا reversible direction hydrostatic transmission. يعني بتقدر تعكسه، ريفيرسبل تقدر تعكس الحركة، يدور بهذا الاتجاه وبذاك الاتجاه. إذا الفيجر 9-22 يا عبد الرحمن كان عندي وان دايركشن للماتور روتيشن، يا كلوكوايز يا كاونتر كلوكوايز. وشو اللي بغيره أنا؟ بزيد كمية الفلو، بزيد عندي مين؟ السرعة ولا لا؟ أكيد بزيد عندي السرعة. هو حاط لك السرعة بي، بإمكاني أنا أغيرها من خلال مين؟ من خلال البامب ديسبليسمنت، يعني من خلال قديش الديسبليسمنت اللي زاح لمين؟ للمضخة. والتورك، the torque capacity of the motor can be adjusted by pressure. طبعا أنتوا عارفين أنا عندي شغلتين دائما بتحكم بيهن، بالهيدروليك سلندر وبالهيدروليك موتور. احنا شو بدنا من الهيدروليك سلندر؟ يا بدنا سرعة يا لود صح؟ يعني السيارة تبعتك وانت راكب بيها شو بدك؟ يا بدك سرعة صح؟ صح. يا حمل لود ولا لا؟ مظبوط. طيب
السرعة أنت كيف تتحكم بها بالسيارة؟ من دعسة البنزين ولا لا؟ البنزين. من دعسة البنزين. زيد الدعسة بتزيد السرعة. كويس؟ طيب اللود، اللود من خلال التورك صح؟ والتورك اللي هو بريشر في النهاية، يعني الفورس هي عبارة عن بريشر على إيريا ولا لا؟ يعني السرعة عالية فكرك تعطيك لود عالي؟ لا، التورك هو اللي يعطيك عزم السيارة، هو اللي يعطيك القوة مش سرعة السيارة، صح ولا لا؟ مزبوط. نيجي للفيجر اللي بعديه اللي قلنا هذا الريفيرسبل اللي فيه أكثر من دايركشن. شو سمينا احنا قبل شوية هذا؟ ريفيرسبل، وهو بنفس الوقت كلوزد ولا لا؟ مزبوط. شو قلنا ميزته هذا؟ هذا ميزته انه يعطيك اكثر من دايركشن، يعني يعطيك كلوكوايز وكاونتر كلوكوايز، والمضخة تبعته ريفيرسبل بامب، ريفيرسبل يعني تقدر تضخ بالاتجاهين. طيب هذه شو بتعطيك المضخة الريفيرسبل؟ هذه بتخلي لك السرعة يا اما بدك اياها كلوكوايز يا كاونتر كلوكوايز، والسرعة كمان بتقدر انت كمان تزيدها، السرعة بتقدر تغيرها، تقدر تزيدها او تقللها حسب البوزيشن لمين للمضخه، حسب الديسبليسمنت للمضخه. ماشي. واللود نفس الشيء، اللود كمان تتحكم به من خلال التورك وبالتالي من خلال البريشر، نفس الفكره. في امثله على ذلك، تعال شوف امثله على ذلك، تعال شوف هذا ابلكيشن عملي. شو هذا؟ تراك. هذا اللي قدامنا شو هو يا عبد الرحمن؟ هذا تراك، جرافة، تراك، تراكتر. هذا هذا تراكتر. شو يشتغل هذا؟ هذا يشتغل على هيدروليك موتور ولا لا؟ يشتغل على هيدروليك موتور. لما بده جرافة يمشي للقدام بيمشي، ولما بده يمشي لورا بيمشي. طب فكرك اي نوع من السيركت تبعته؟ هذا الريفرس. هل هي اوبن سيركت ولا وان دايركشن كلوز سيركت ولا ريفرسبل؟ هي ريفرسبل بتكون. ريفرسبل يعني هاي الجرافه انت بدك تمشيها لقدام وتمشيها لورا، وبالتالي بدك ايش؟ ريفرسبل. هذا تطبيق يعني، وطبعا مليانه كل الالات الهيدروليكيه بها كلها فيها ريفرسبل على اي حال. وطبعا حاكي لك على بعض الاجزاء الاضافيه، يعني للتراكتور هذا في عندك يعني حاط لك بعض الاجزاء الاضافيه الموجوده. طب خليني اجي على في شيء بالالات الهيدروليكيه اسمه اير اوفر اول سيركت، مر معك هذا يا عبد الرحمن؟ ما بعرف. مر معكم؟ مشتاق يا دكتور. طب خلي افرجيك الصوره هلا. بتقولوا المر، هاي الصوره شافوا؟ مر معكم شغله زي هيك؟ خليني اخذ غير عبد الرحمن هلا. مين مستعد؟ عاطف، عاطف اياد شاهين موجود؟ موجود دكتور. يلا يا عاطف، مر معك هذا يا عاطف؟ لا والله أول مرة بشوفه. عمرك سمعت في إشي اسمه إير فيزل؟ لا والله. يا سيدي هذا هذا بالتمديدات الصحية، بالتمديدات الصحية بيستخدموه، بيكون أنا عندي هاي المية موجودة هنا وفوقيها هواء، لما يزيد ضغط المية، لما يزيد ضغط المية تضغط الهواء بتتعبى السلندر هذه مية، ولما يقل ضغط المية اللي جاي عليك على البيت بصير الهواء اللي انت ضغطته قبل يضغط لك المية على مين؟ على الحنفيات وعلى التطبيقات. طيب احنا هنا لويش نستخدمه هذا؟ هذا يا اخواننا الاير والاويل احنا نستخدمه للاستفادة من الخواص الجيدة بالهواء. انتوا شو الخاصيه الجيده بالهواء؟ انتوا بتعرفوها اللي هي الكومبريسيبيليتي،
صح ولا لا؟ صحيح. الخاصية الجيدة بالهواء اللي هي الكمبرسيبلتي. فنحن عندنا هاي الزيت، والزيت جاي على مين؟ على الهيدروليك سلندر. كنا أول شو نساوي؟ إذا الزيت ضغطه زيادة، الزيادة نوديه على مين؟ كنا نوديه على التانك، صح؟ نعم. أيوة، بس أنا بالحالة هذه بدل ما أوديه على التانك بجيبه على هذا التانك النوع الجديد، هذا زي الإيرفيسل تانك، بجيبه هنا بخزنه هون. أول لما يكون الزيت صفر يعني ما بي زيت بالتانك، بيكون هذا كله هواء، صح ولا لا؟ أي عاطف؟ صح، هواء. نعم صحيح. طبعا في بينهن عازل، ها طلعها، هذا متحرك بنزل وبطلع، هذا عازل في بينهن، هذا بجوز يكون شكله زي الايرباك عازل. يوم يزيد ضغط الزيت بدل ما انا وديه على التانك وارجع اضخه من جديد بحوله هون، ماشي؟ وبعد ما احوله انا هون شو بصير بيه؟ بضغط الهواء، ولما يقل ضغط التانك الهواء بضغط، يعني مرة الزيت بضغط الهواء وبرد يرجع الهواء يضغط الزيت، لما ينقص عندي الزيت الهواء برجع بضغط الزيت. يعني هي فكرة اقتصادية، أو الفكرة أنك تستفيد من خواص الهواء في العمل أو الشغل مع الزيت. يعني زي أنت والله مثلا يا عاطف، أنت بتصرف بالشهر 30 دينار. طيب إذا أنت اليوم صارت مصروفاتك قليلة بتوفر لك 5 دنانير بتحطهن مع الشهر اللي بعدي، إذا نقص عليك بتصرفهن على الشهر اللي بعدي، صح ولا لا؟ إذن هذه الفكرة. إذن شو الفكرة هي؟ الفكرة إني أنا بستخدم الهواء مع الزيت مشان أستفيد من الحسنات الأدفانتجز لمين؟ للميديوم اللي بيكون فيه زيت وهواء. ليش قلت لك؟ لأنه الزيت في خاصية الكمبرسيبيليتي، الكمبرسيبيليتي للهواء، الهواء في خاصية الكمبرسيبيليتي. وين بستفيد منها؟ بستفيد منها مشان تضغط لي الزيت في الفلاتر بالريجوليتر باللوبريكيشن. فأنا بستفيد من وجود الهواء. وين بستفيد من وجود الهواء؟ هذا التانك اللي انتو شايفينه زي هيك، هذا بسموه السيرج تانك، شو هو؟ تانك عادي بيكون أسفله زيت وعلى هواء، وبكون الهواء مضغوط بالضغط اللي أنا بدي إياه، بعمل له معايرة. يعني إذا احنا ضاغطين الدائرة الهيدروليكية على ضغط معين 1000، وكون أنا ضاغط الهواء على 1000، فلا إذا زاد ضغط الزيت عن 1000 حيطلع الزيت لفوق، حيضغط الهواء، لأنه الهواء كومبرسيبل وهو اللي قابل للانضغاط أكثر. هذا عنده سؤال عليه هذا؟ شفتوا كيف الفكرة؟ يا أخواننا حدا عنده سؤال؟ عندنا اكزامبل بس شكله طويل الاكزامبل، لأنه هذا الاكزامبل على الترانسميشن سيستم. تذكرتوا الاكزامبل اللي كان زيه؟ تذكروا الاكزامبل اللي أخذنا إحنا الماتور والمضخة، أخذنا خواص، ذكرته كان نهاية شابتر 7 اللي في شنسي دكتور. أيوة الماتور ذكرته، هو نفس الإكزامبل إحنا عايدينه هنا، ويمكن نفس الأرقام، والله يمكن نفس الأرقام، مظبوط يا عاطف ولا لا؟ نفس الأرقام. شكله هيك دكتور. نفس الأرقام هينه، والله نفس الأرقام، نفس يعني بس شو هون شو بيفرجيك؟ هنا قاعد يربط لك الماتور مع المضخة. أنا قبل كنا نحل مضخة لحال ونحل ماتور لحال، هنا أعطاني الماتور مع المضخة، أعطاني كمان المعلومات وطلب مني مطالب، مطالب كاملة، طلع قديش كل المطالب. أعطاني، طلع شو أعطاني؟ هذا سيستم كامل، يعني هذا زي ديزاين بروبلم. أعطاني مواصفات المضخة،
أعطاني مواصفات الماتور، أعطاني الأنابيب 1 إنش من نوع 40 طوله 50 فيت لونج ما بين النقطة 1 والنقطة 2، وأعطاني الفيتينجز كاملة، وأعطاني مواصفات الزيت الفسكوسيتي والسبيسيفيك جرافيتي، وأعطاني إيش إذا if the hydraulic motor is 20 feet above the pump determine the following. هلا أنا بدي أطلب منكم تقروا الإكزامبل، والإكزامبل يعني معظم إحنا حلينه، يعني طلعوا إحنا حلينا الإكزامبل. أيوه تذكروا كنا نحل زي هيك، أول شيء طلعنا الكيو، بعدين حطينا المعادلة، وبعد ما حطينا المعادلة اللي بده تصفير صفرناه، إذا بتتذكروا اللي بده تصفير صفرناه، واللي بده حساب حسبناه. أيوه طلعنا رينولد نمبر إذا بتتذكروا، وقلنا إنه الفلو لامينر، ولما طلع لامينر عوضنا وطلعنا قديش الفريكشن كوفيشنت، وطلعنا منها الهيد لوس، وجينا على الفيتينجز وحسبنا، يعني كله الاكزامبل مكرر، يعني أنا بطلع عليه كله مكرر يعني. وطلعنا الان للار بي ام للموتور، يعني الاكزامبل كله مكرر، بجوز بعض الارقام مختلفة ومعظم الارقام ما بين اختلاف. حد عنده سؤال يا اخواننا؟ هلا اخر سكشن يتكلم عن السيرفو فالف، هذا بتتذكروا هذا السيرفو فالف، هيو تتذكروا هذا السيرفو فالف سميناه الميكانيكال سيرفو فالف، زي ما فرجاك قبل شوية تراكتور فرجاك الابليكيشن، هاي جايب لك هذا عبارة عن ابليكيشن شايفه، وراكب عليه مين؟ راكب عليه السيرفو، الميكانيكال هيدروليك سيرفو سيستم، السيرفو سيستم راكب على اوتوموبيل، اوتوموتيف باور ستيرنج، برجيك الباور ستيرنج، هذا كمان ابلكيشن مركب على الابلكيشن هذا السيرفو فالفز. خليني اخذ الغياب ارجع، هذا شايفين عندي انا هذا اللي هو ايش، هذا هذا النظام السيستم الستيرينج، هذا شايفينه كيف شكله، هذا الباور ستيرينج، الباور ستيرينج، وكيف راكب عليه السيرفو. حدا عنده سؤال عليه يا اخواننا؟ حدا عنده سؤال على التشابتر هذا كامل؟ لا دكتور كله واضح. يا راكان لا واضح، واضح يا دكتور. اذا هيك يا اخواننا بنكون خلصنا هذا الشابتر.